لليوم في دراسة بتكشف عن نسبة النساء المعنفات بلبنان داخل أو خارج المخيمات، بس من المؤكد أن النساء يومياً تتعرض لكافة أشكال العنف اللفظي والمعنوي الجسدي والجنسي القانوني والاقتصادي بالبيت وبالشارع وبأماكن العمل وبكل مكان. بحسب منظمة الصحة العالمية، واحدة من كل ثلاث نساء بكل أنحاء العالم تتعرض للعنف الجسدي والجنسي. عندي بنات أنا بيشتغلوا بيجوا متأخرين بالأعياد، بتعرفي بروحهم واحدة تنتين، فصاروا بهالوقت لما يروحوا بتعرفي صاروا أبصر وين كاينين، أبصر وين ما بعرف شو، فصرت أضطر أروح كل يوم بالليل أنا أروح أجيبهم وأجي من هالليلة. وإحنا مروحين وقفونا شباب صاروا يعني كلام بذيء وهيك، صرت أخاف على أي بنت بس تطلع، بس يعني إذا تأخرت شوي أصير أعصابي تلعب معي، يعني ما أتحمل. كانوا يقولوا عني أني أنا فاتحة بيت دعارة، فتصور يعني هاي قديش رح تأثر على بناتي. يعني مرة أنا كنت أنا وبنتي يعني حركة شي عينك عينك لمس، يعني صعب كتير أني أعبرك عن الشغلات اللي إحنا كنا نتعرض لها. بعد كل هاي التجارب شو عملتي؟ قابلت الأخصائية أنا وواحدة من بناتي وعملنا علاج نفسي، بعدين صرت أخذ بالمؤسسة نشاطات يعني كيف عن العنف عن المرأة وكيف تقدر تحمي حالك. في أسباب كتير ممكن تدفع النساء أنهم ما يحكوا عن العنف اللي عم بتعرضوا له، منها الخوف، عدم معرفة وجود مين يساندهم ويساعدهم، تردد لأنهم ما عندهم أي مكان تاني يروحوا عليه، خاصة إذا كانوا عم بتعرض للعنف داخل المنزل من الشريك أو من أي شخص آخر، وغيرها أسباب كتيرة. تعرضتي لعنف قبل أو بتعرفي حدا تعرض لعنف؟ في كتير نساء. هلا أنا ما تعرضت لعنف، بس في أشخاص إيه بعرفها تعرضت لعنف، تعرضت لضرب كتير قاسي. في نساء كتير تعرضوا لتحرش جنسي، سواء معي أو مع غيري. أنا سامع كتير يعني ناس بيحكوا إنه متعرضين كتير للعنف. تعرفي بوجود جمعيات ومؤسسات داخل وخارج المخيم ممكن تساعد المرأة اللي تعرضت لعنف؟ لا والله ما بعرف. هلا ما 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 بعتقد فيه. أكيد إيه في جمعيات هون كتير. إذا تعرضت العنف يوم من الأيام بتروحي بتطلبي مساعدة؟ لا ما بطلب المساعدة. لا لا أنا بخلص حقي بإيدي. أكيد بطلب المساعدة ومش لازم أخجل. بحسب دراسة قامت فيها جمعية النجدة الاجتماعية، مستندة فيها على أعداد زيارات مراكز الاستماع الخاصة بالعنف بفترة الإغلاق مع بداية انتشار فيروس كوفيد-19، زادت حالات الاستماع بنسبة 58%، 85% منهم من النساء. وبينت الدراسة أن العنف الجسدي زاد من 27% عام 2019 ل 40% بعام 2020، أما العنف الاقتصادي زاد من 6% عام 2019 ل 13% بعام 2020. كيف عم تتعامل الجمعيات ومراكز الاستماع بالمخيمات مع النساء اللي تعرضوا للعنف؟ وكيف عم بيزيدوا الوعي حوله؟ نشتغل على الصعيد الفردي كعلاج نفسي، وكمان على الصعيد الجماعي كعلاج جماعي. كمستفيدين تبع الجمعيه بنعمل لهم نحن ورشات توعويه، الورشات التوعويه بنعرف انه نحن في معالجه نفسيه موجوده كرمال تسمعون. وقت تجي الامراه المعنفه بتحس حالها اول شيء بالعلاج النفسي انه هي بمحل امن، بتقدر تعبر عن حالها وكانه هي عم تحكي مع مريتها، عم بتخبر شو اللي عم تقطع فيه. مراكز الاستماع داخل المخيمات بأكثر من جمعية بتقدم جلسات استماع ودعم نفسي ورشات للتوعية حول العنف، لكن النساء اللي عم بعيشوا العنف داخل منازلهم ما عندهم أي مكان تاني يروحوا عليه، وين ممكن يروحوا؟ أنشأت أبعاد ثلاث مراكز لاستقبال سيدات هن تعرضوا لعنف وحياتهم بحالة خطر. قديش في إقبال من النساء اللاجئات على الدار؟ خدمات أبعاد بتطال كافة السيدات يلي يعتبروا هن ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي. ما بنتأخر على السيدة لحتى نكون عم نستقبلها بالدور، لأنه بنعرف أنه هي عن جد بحالة خطر وعن جد بحاجة لهلأ نحن ناخد أكشنز. اللاجئة لما تتعرض لعنف هل القانون اللبناني بيحميها؟ نعم، بيحمي جميع النساء الموجودين على أو موجودات على الأراضي اللبنانية ومن بينهم اللاجئات، سواء معهم إقامة أو لا. يعني ممكن للسيدة أو للضحية أنه تلجأ للمخفر وتقدم شكوى بغض النظر عن موضوع الإقامة. نفترض أنا امرأة ضحية عنف وجيت طلبت مساعدة قانونية،
كيف العملية بتصير؟ ضمن الخدمات القانونية اللي منقدمها أن كل شيء هو بيندرج تحت إطار العنف، ممكن أنه يتدرج تحته مواضيع أو دعاوى اللي هي ممكن تلجأ للطلاق أو ممكن بحاجة لنفقة، ممكن يكون في حضانة الأولاد ما عم تقدر تحصل عليهم. جميع هيدي القضايا اللي هي بتندرج تحت هيدا الموضوع نحن منقدم فيه خدمات قانونية. النساء اليوم مش لحالهم، مؤسسات وجمعيات ومبادرات ومراكز استماع، خطوط ساخنة لطلب المساعدة وتبليغ عن أي عنف، مثل الخط الساخن الخاص بمؤسسة كفا وأبعاد والتجمع النساء الديمقراطي اللبناني وغيرهم كتار. اليوم وكل يوم لازم نعلي الصوت لنوقف العنف بكل أشكاله ولتعيش كل النساء بأمان دائماً.